إذن رئيس الوزراء يشرف على الإفراج عن البضائع من ميناء الإسكندرية. الصحة تعلن فحص أكثر من 4 ملايين طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بالمدارس الابتدائية. مصر والإمارات واصلان الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات الإنسانية في شمال قطاع غزة. يشرف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي غدا على الإفراج عن البضائع من ميناء الإسكندرية، ويتابع سير عملية الإفراجات بباقي الموانئ المصرية المختلفة. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، هذا وتشمل البضائع المفرج عنها السلع الغذائية والأعلاف والأدوية ومستلزمات الإنتاج. ويأتي الإفراج عن البضائع تعبيرا عن نجاح الإجراءات المتخذة من الدولة خلال الفترة السابقة، ويسهم في توفيرها للسلع بالأسواق ويحقق توازن وانضباط للأسعار. استقبل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يرافقه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مجموعة كبيرة من الأطفال من ذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة وأسرهم بمبنى مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، تلبية لطلب طفلة فريدة خلال احتفالية قادرون باختلاف في نسختها 5 التي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا بزيارة العاصمة الإدارية الجديدة ومشاهدة ما تم بها من أعمال وإنجازات. أعلنت وزارة الصحة والسكان فحص 4,076,854 طالباً بمختلف مدارس الجمهورية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وذلك منذ إطلاقها العام الدراسي الحالي يوم 5 نوفمبر الماضي وحتى اليوم. يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة الطلاب. أقلعت عدد من طائرات النقل العسكرية لمصر والإمارات من مطار العريش لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات الإغاثية والمواد الغذائية والطبية على شمال قطاع غزة. المزيد في التقرير التالي. استمراراً للجسر الجوي لنقل المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق بقطاع غزة، وتنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، نفذت القوات الجوية المصرية أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات الغذائية ومعونات الإغاثة العاجلة على عدد من المناطق شمال القطاع، وذلك بالتعاون مع القوات الجوية الإماراتية للمساهمة في تخفيف الأزمة الإنسانية الحادة وتدهور الأحوال المعيشية للمواطنين بشمال قطاع غزة. نجحت قوات حرس الحدود في إحباط محاولة لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي، حيث قامت بمطاردة والضبط على عدد 2 من المهربين المصريين بالمنطقة شمال غرب مدينة القصيرة بالقرب من ساحل البحر الأحمر، وعثر بحوزتهما على 2595 كيلوغرام من مادة الحشيش و354 لفافة لنبات الهيدرو تزن 345 كيلوغرام و 144 لفافة لمادة الأفيون بإجمالي وزن 40 كيلوغرام و 12 لفافة لنبات البانجو بإجمالي وزن 24 كيلوغرام. كما ضبط بحوزتهما عربتان ربع نقل و 2 بندقية آلية وبندقية قناصة وبندقية اف ان وتلسكوب وعدد 135 طلقة آلية و25 طلقة قناصة و7 خزنة آلية و2 خزنة قناصة ومبلغ مالي قدره 8915 جنيه مصرية. وقد تم عرض الواقعة على الجهات المختصة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.